كابتن شناوي الحلقه خلصت. احنا كنا سعداء بيك. ده انا اللي سعيد بيك جدا. والله وحياه ربنا وانت فتحت لنا الحاجات حاجات كثيره جدا احنا كانت غايبه عننا وغايبه عن الجماهير. فاتمنى من الجمهور ان شاء الله كل الحاجات اللي انتوا كنتوا عاوزين تسالوا فيها احنا سالناها له وهو جاوب عليها. فاحنا بنشكرك وقبل ما نبدا نختم الحلقه عندك الاوتوغراف تكتب كلمه للبرنامج. حاضر بس اسمح لي بس قبل البرنامج يعني مكتب البتاع ده فيه هديه متواضعه عليا كده من الاتحاد الدولي للبرنامج. طبعا يعني انا عايز اسالك سؤال. انت نجوميتك دي نعم اللي انت فيها الحمد لله منين؟ من النادي الاهلي. لا اقول لك منين؟ من ده من الملعب. يا ما شاء الله الاتحاد الدولي بلاتر كل ما يجي له نجم من النجوم ده لازم يديهوله يقول له انت انت نجم هنا ده لو انت حاطط لي كمان اللعيبه ابيض واحمر الاهلي والزمالك ده فدي يعني فدي طبعا يعني ربنا يخليك كده ربنا يخليك مني طبعا للبرنامج وبرنامجك وده عالم الفيفا وعالم الفيفا كمان لا 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 ده حاجه واسمح لي ان انا بس على بدلتك كده احط لك الدبوس بتاع انا مش محاضر دولي على فكره لا 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 مش محاضر كابتن شناوي رشيني لا 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 احط لك ده دبوس الفيفا البينز بتاع الفيفا طبعا طبعا بينزل فيفا بس ربنا يخليك يا كابتن دي حاجه طبعا انا اعتز بيها من اخ وصديق كابتن احمد الشناوي انت جميل ده احنا عشره قديمه قوي خلي بالك والله حاطط ربنا انت مش عايز تفكرني عديت منك كم مره انا لا انت بتعدي من اي حد ربنا يخليك كابتن ربنا يديك الصحه تخيرك كابتن شناوي حاجه جميله وانا بشكرك على هديتك وعلى حضورك معانا لا لا ده يعني وطلتك على جماهير النادي لا خلي بالك برضو نخص بالشكر لازم الاستاذ اسامه الشيخ لانه هو يعني لما اخويا يعني وهو ليه رساله بيقول لك تحت امرك في اي حاجه اللي انت انا هكلمه انا هكلمه يعني هو الراجل هستضيفه هنا كمان يا ريت يا ريت من شخصيه جميله جدا مع السادة المشاهدين بقى انت كتبت ايه؟ الى الاخ الحبيب الغالي الكابتن مصطفى عبد كل الحب والتقدير لشخصك الكريم على دعوتك الكريمة للبرنامج وكل الشكر والتقدير للسادة القائمين على البرنامج والقناة اخيك احمد الشناوي اهلا بيك يا كابتن شناوي احنا بنشكرك على انك تلبيت دعوتنا في البرنامج ده انا اللي بشكرك ودايما بالتوفيق ان شاء الله وتطمن كل الجماهير بالنسبه لتحليلاتك اللي انت بتحللها وخليك ماشي زي ما انت ماشي كده انت بتراعي ربنا قبل ما تراعي الحمد لله الحمد لله بالتوفيق ان شاء الله اشكرك جدا. اشكرك متشكر كده حلقتنا خلصت على امل اللقاء وحلقه جديده من المجري مع ضيف جديد تصبحوا على خير اشكركم